نظمت دائرة علم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس فعاليات خاصة بيوم الحاسب الإلكتروني، بدأتها بمحاضرة متخصصة شارك فيها ضيف الجامعة البروفيسور ألين هينيفر من جامعة ساوث فلوريدا، إلى جانب مشاركة مدير شركة أندلس للبرمجة المهندس محمد البتاوي، والذي كان أحد طلبة قسم الحاسوب في الجامعة. ومن مبدأ تخفيف المعيقات على الخريجين الجدد وسهولة اندماجهم بالأعمال واستكمالا لنجاحات هذا القسم والجامعة، اسمحوا لي أن أقدم اقتراحا بسيطا من أجل النهوض بهذا، من أجل رقم هذه الهوة، وهي تشكيل لجنة استشارية من خبراء تكنولوجيا المعلومات وخريجين هذه الجامعة التي لهم دور في العمل، من أجل تقديم الاستشارات للقسم في مواضيع مختلفة تدرس، وفي مواضيع كيفية اندماج الطلبة في الحياة العملية. وبعد انتهاء المحاضرة، والتي اختتمت بتسليم هدايا تكريمية للضيوف وشهادات مشاركة للطلبة الخريجين، افتتح المهندس محمد البتاوي والقائمون على هذا اليوم معرض مشاريع تخرج الطلبة، والذي احتوى على مشاريع محوسبة في مجالات الحياة المختلفة كالرياضة والقانون والزراعة والألعاب الهادفة وتعليم الأطفال والدعاية الحديثة. مشروعنا بيحكي عن لعبة اسمها مثرًا، هي عبارة عن لعبة تعليمية للأولاد صغار بصف أول من عمر 6 ل 8 سنين. هاي اللعبة بتكسبهم مهارات بالجماعة والطرح. صممنا كاركتر إنه يكون يركض يحل مسائل حسابية، وطوله هو بيحل مسائل حسابية بيجمع سكور أكبر. رحنا وزعنا هاي اللعبة على المدارس وجربناها، أخذنا منها فيدباك، وزعنا اللعبة على المتاحف وبدنا نبيعها بالشركات، حطيناها بمتحف بالجامعة. ومن خلال هذا المعرض، أرادت دائرة علم الحاسب الإلكتروني في جامعة القدس التميز في عرض مشاريع التخرج الخاصة بطلبة الدائرة في العام الأكاديمي الحالي عن غيرها من السنوات السابقة، ليحقق المعرض هذه الغاية. أعتقد اليوم كان موفق، وواضح أن الطلاب كانوا مهتمين جدا بتطوير برامج السوق الفلسطيني بده إياها قبل السوق العالمي. رئيس دائرة علم الحاسب الإلكتروني الدكتور جهاد النجار، الذي أشرف على هذا اليوم، أشار إلى أن الدائرة تعمل وباستمرار على تطوير البرامج الأكاديمية فيها، كإطلاق برنامج الماجستير في مدينة رام الله بالإضافة للبرنامج الحالي في حرم الجامعة. السنة حبينا أنه ندعي الناس اللي بيشتغلوا بالشركات أو مدراء الشركات، أهالي الطلبة كمان يشوفوا أولادهم الخريجين شو عملوا خلال هاي السنوات اللي قضوها بالجامعة، وخصوصا آخر سنة شو مشروع تخرجهم عن إيش، وتم إنه مشاركتهم في نظام الإكسبو زي ما أنتم شايفين هون. في الإكسبو الطلاب بيعرضوا البرودكت اللي عملوه. ويعتبر يوم الحاسب الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات خطوة جديدة ومميزة لعرض مشاريع تخرج الطلبة في دائرة علم الحاسب، ولربما يكون أيضا مصدر إلهام لدوائر أخرى في الجامعة للبحث عن طرق جديدة في مناقشة وعرض مشاريع التخرج الخاصة بطلبتها.